استفدت شي ما استفدت شي استفدت شي ما استفدت شي استفدت بوار إسوال جماعة مولاس قيادة التمالك. الإشكال اللي عندنا حنا هو زعما يعني جينا عندنا هدف واحد، يعني الناس ما مستفدينش من الدعم المباشر اللي قدمته الدولة لشي وحدين. كاين شي وحدين اخرين استفدوا، ولكن باش تجي باش تشوف 240 دار واستفدت منه يعني 17 واحد، يعني هذا راه إشكال كبير، والمسؤولين في حد ذاتهم ما عارفين المشكل فين كاين. دابا كتسول المسؤولين هنا الباشا ولا القائد ولا كيقول لك اودي راه خاصكم تسنى، انت غادي تجي هاد اللجنه؟ الدعم راه استعجالي اصلا. دازت اللجنه دوك الايامات فاش باقيين دوك الهزات الارتداديه كاينين، ولحد الان راه كاين، وحنا ساكنين في الجبل الحجر باقي كطيح علينا. خلي الشتا بار كلشي، الا جات الشتا وجات الثلج داكشي راه علم الله اش غيكون. يعني هذا اشكال كبير، ودابا حنا بغينا غير المسؤولين هذو يعطيونا شي حل، والله يعطيونا يعني يقولوا لنا المشكل فين كاين، باش انت تهز ستاد الناس ولا سبعه الناس على رؤوس الاصابع، واش دايرين شي قرعه؟ ولكن المشكل يعني اي معادله هزيتيها كتخرج لك ماشي هي هذيك. الا قلتي راه هذا السيد استاهل زعما كيستاهل داك الدعم والاخر ما كيستاهلوش، ولكن راه يعني كتشوف واحد السيد ما طرا ليه والو مستافد على واحد التريبات ليه الدار كامله وما مستافدش. هذا هو الاشكال، خصهم يشرحوا لينا هما. الناس اللي مقرين هما اللي غيستافدوا. هما اللي غيستافدوا اولا، هذا الشيء اللي كنقولوا حنا. دابا انا خاصني نتسنى الدوله امتى غتعطيني ولا امتى غادي تجي هذه اللجنه باش تحصيني باش نبني انا داري فين ندخل انا. يعني حنا باقي كنباتوا على برا والبرد على تحت الصفر، راك عارف الجبوله كي دايرين. والشتا وزيد الحجر كيطيح باقي كيطيح. هاد الايام كاين الحجاج قالوا لك الناس طاروا ليهم الخيام وداك الشيء راه ما بقاش. يعني انت دابا كتبات في البرد. البرد راه حنا دابا راه تضرينا من ذاك البرد، تضرينا بزاف. يعني خصنا المسؤولين هما اللي يشرحوا لنا الوضع كي داير، هما اللي يشرحوا لنا المشكل من الناس. دابا كتجي عندهم كتسولو كيقول لك اودي ما عرفنا واش هذاك اللي مسجل، كيفاش واش هذاك راه اللجنه هذه؟ اللجنه دازت على كل شيء. كانت عليها اش من اسس، علاش بنات هاد اش من معايير اتخذت هاد اللجنه باش تدوز هاد الناس باش تقصي الاخرين. يعني الا جينا دابا بحال الدوار ديالي انا راه ما كاين حتى 5% راه ما مستافداش، حتى واحد ما مستافد. 17 واحد من 240 دار راه والو. هذا هو الاشكال اللي عندنا حنا. نسالكم اليوم والمطالب ديالنا. المطالب ديالنا هو حنا المتضررين اللي كيستحقوا يتوصلوا بذاك الدعم الشهري وفي اقرب اجل، ماشي حنا نتسناو حتى لمتى، راه هادي شهرين باش داز الزلزال. الناس خص الدعم المباشر يكون استعجالي ويكون داكشي مقنن ويكون يعني ما عرفناش. الله اعلم واش كاين الشيخ دخل في داكشي ولا المقدم ولا السيد القائد ما عرفناش. المهم حنا المطالب ديالنا هو نتوصلوا بالدعم، وهاد الناس هادو اللي شفتوا راهم متضررين، وكاين شي واحد اخرين تحبسوا يعني القائد باش ما يجيوش لهنا باش ما يديروش هاد الوقفه هادي. وحنا راه غادي نديروا الوقفه ونتبعوا هاد الشيء تنستافدوا، حيت هذا حقنا وخصنا نطالبوا به ان شاء الله. حنا كنشدوا على سلطه في البلاد اللي هو محمد السادس نصره الله جلاله الملك محمد السادس، باش يكون اعاده النظر في هاد الدعم المباشر اللي تقصوا منه الاغلبيه. وار مشكات جماعه ايمولاس تنكلي نيا مدنا اللي تيهضر اللي يتصل الدعم، وراه غادي يشكر ميساج 2500 درهم اللي طمزنا المسائل. نفس المشكلة اللي قلت تسيني مدنا هذه التشكيل اللجنة وشكاد زران كل سكن خدمة نسان بعد مدن استفدنا 10 الناس ودوار الناس اللي عندنا كلشي غا مريقيطان ودرسني اللي والو. وليش كان نفدنا شكا نسكر وقفة غير باش نسال ما غادي المشكل. وكنا نتظاهر بجلالة الملك تنصر ربي هذا شفا ربي انت لقى الثقة لا غير كان دعم مباشر. وليش كان نرى ما بعد مدن كلو سيكسن لقى الثقة انت شكي نزل خدمة نسان انك صافي تفتوت نفس المشكل غير اللي لنا بدا الا اليوم زنا عاودنا مزن زا غنزن نستافد منه كون اللي تيهضر راه نغمه ودارت حتى ما غلا نيت انا كان مدن تروانسن تيهضر راه بزاف. نعم ربي تكرف السم دناغ وسم ميدان نزار ودارت السكنه ودارت ما خصنا المسائل تنزن غمه ريكا بنادم الا غويتون ودارت السلاح حتى الوقت ما غيفوق الدوي تروانس ما تشتان اشكون رسول دارت الثقه ولا دارت العقل ما غنتخدم ولا ما سايفتوش كون تروانس دانا برا.
أنت طالب جلالة الملك محمد السادس تنصر ربي هذا غير فيك الحق النار انت غنقى الرجال انت طالب انت اللي غير فيك الدعم المباشر اما ما باقي غنبدلو كل شيء ديال الثقه. السلام عليكم على كل شيء قدير. احنا ما مستافدين الله ينصر سيدنا بعدا الله ينصره ويخلي علينا. هو خرج لنا الدعم ديال 2500 درهم حنا ما توصلناش به فهمتي وكاين الناس المتضررين بزاف. انا من جماعه تيكوكا دوار تزلومت طاحوا كاين اللي ما طاحت ما سميت جات للجنة ولكن استفد واحد البعض واحد البعض ما استفدش. علاش هاد البعض ما عرفناش فين كاين الخلل دابا حتى هما طاحوا الديور ديالهم فهمتي وحنا ما عرفناش فين كاين الخلل دابا خصنا نعرفوا هاد الخلل فين جا. والملك نصره الله صرح بهذا الشهاده بربع التعليمات ديالو 14 مليون اللي تحت ليه الدار واللي تشقات ليه الدار 8 مليون والدعم ديال الملك ديال العام 3 مليون 2500 درهم للشخص. ودابا حنا ما توصلناش بهذا الشيء هذا ما عرفناش فين كاين الخلل. 2500 درهم ما استفدتوش والو ما استفدنا والو اغلبيه ما مستفد الشتاء هنا الثوم والبرد. ودابا حاليا القياطن المحسنين هما اللي دعمونا بالقياطن فهمتي. دابا الا كاين الثلج دابا حنا في تيكوكا كتكون جوج متر ديال الثلج كيفاش غادي يكون هذا الشيء هذا؟ لقيتو وبزاف البارح والبارح كاين البرد الناس هز لهم القياطن ديالهم ودابا كيفاش وكيفاش دابا هادشي اش غنديرو حنا الا كاين الثلج؟ المطالب ديالنا المطالب ديالنا هادشي اللي صرح به جلاله الملك حتى حنا بغينا حقنا بغينا نتوصلوا بهادشي هذا. ما توصلنا بوالو فهمتي كيقولوا اليوم غدا اليوم غدا ودوك الناس اللي كيشدوا وحنا اشنو ماشي مغاربه والناس عندكم في الدور كاين البعض شدوا البعض البعض شدوا البعض ما شدش. دابا حنا المتضررين وحنا دابا اللي جايين دايرين هذه المسيره هذه احنا المتضررين اولا احنا المتضررين هاد الناس اللي جاوا دابا دايرين هنايا هما المتضررين فكلشي في الجبال. كاين ناس اخرين جايين في الطريق كاين ناس جايين في الطريق دابا كيتعرض لهم الجندار وسميتو ما كيخليهمش يدوزوا. دابا ما بغاوش هما هادشي هذا يوصل لإعلان باش جلالة الملك يسرق الخبر هادشي هذا. المسؤولين فهمتي ما بغاوش هادشي يوصل لفوق خص هادشي يوصل لجلالة الملك باش يعرف المعاناة ديالنا فهمتي علاش هادو كيحبسونا في الطريق. خصهم خص يخليونا باش هادشي يوصل لجلالة الملك. انتوما بغيتها حقكم بغينا حقنا حنا مواطنين المغاربة فهمتي رسالتك اليوم هاد المسؤولين كنطلبوهم بعدا أولا على كل شيء قدير يديروا البحث في هادشي هذا بعدا أصلا. الناس اللي استحقوا هاد الدعم هما اللي غيشدوا. دازت عندكم اللجنة وهذا داس داس اللجنة فهمتي قلت لي ما غاديش يستافد راه تقولها لك اللجنه ديك الساعه غادي تراقب. احنا بعدا اولا على كل شيء غادي قدير بغينا اللجنه في الرباط ما بقيناش بغيناها في تالودن. اللجنه من الرباط باش تراقب هذا الشيء هذا. رسالتك اخيره احنا كنطلبوا من جلاله الملك يشوف لنا الحل من هذا الشيء هذا والله ينصرو والله ينصر الملك والله ينصر جلاله الملك والله ينصر سيدنا.